لكن هخليك تختم بالقصيدة الوطنية دي لثورة ديسمبر اللي هي كتبتها 8 أبريل 2019 بعنوان شنو كتبتها؟ مين زينا؟ مين زينا؟ فرحا بستة أبريل. أبريل بعد يومين من 6 أبريل. أنا بودع المشاهدين وبشكرك. الله يبارك فيك. بودعك أستاذنا محمد طه الجدال. نعم. ونودع المشاهدين مين زينا؟ تفضل. مين زينا؟ مين زينا بيفتح شبابيك الظلام للشمس؟ مين زينا بيفتح شبابيك الظلام للشمس؟ مين زينا بيكسر صخور الانكتام بالهمس؟ مين زينا بيرفع هتاف الليل عليه شرفات غباين الأمس؟ نحن اللي فوق الكل، نحن الأبين الذل، نحن الملايين القلبنا الليل نهار، نحن الملايين الوقفنا على ضفاف الانبهار، بنعلم العالم قوانين الصمود ونلقن الظالم دروس الابتدار. فامسك غرورك يا كجر، امسك غرورك يا كجر، وارفع دمارك يا دمار. نحن الكتار، نحن القبور والويل، بنعبي حلق الليل بصوت شموس الانتصار، بنعبي حلق الليل بصوت شموس الانتصار، ونحن ليك في الانتظار، نحن ليك في الانتظار.